حاجة قلتها كتير قبل كده، إن واحدة من أهم النعم اللي في حياتي إن في حد بيسمعني، إن أنا لو أنا زهقان مثلا كده ممكن أطلع التليفون أصور فيديو، حتى مش شرط بكاميرا والكلام ده، وعارف إن في على الأقل واحد هيسمعني، وأنا مش مستني يكون في واحد بس يكون صادق ومتأكد إن هو بيسمعك بشكل كويس وتلاقيه مثلا بيكتب لك كومنت. يعني برضه واحدة من أحسن الحاجات اللي أنا بحبها إن حد يكتب لي كومنت، من زمان أول من 2018 أول ما عملت أول قناة، ان حد يكتب لي كومنت دي كنت بقى اقعد احدث كده عشان بس الاقي حد كتب، الاقي حد جديد عمل كومنت وادي له قلب كده. فبالنسبه لي ان في حد بس واحد يشوفني او يسمعني دي بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، وانا باصص هنا كده على اساس ان انت قاعد قدامي هنا كده وانا بكلمك، فاهم؟ لان لو بصيت للكاميرا احس ان انا بقول ايه، مش احس ان انا صادق قوي قدام نفسي على الاقل. فانا باصص كده على اساس انت قاعد قدام، حاول تتخيل بقى انت قاعد قدام وانت برضه بتتصور بس ايه بقى من تليفون تاني، حاول تتخيل كده. المهم الفيديو ده واحد من اهم الفيديوهات المهمه ليا شخصيا، يعني انا بالنسبه لي ممكن ما انزلوش على اليوتيوب، وده لان انا حاجه بالنسبه لي بس مهمه ان انا بس اصوره كده واتفرج عليه قدام نفسي، مش عايز انزله حتى. بس انا نزلته لان انا صراحه يعني مشكله كبيره عليا قوي شخصيا ان انا، فحبيت اتكلم عنها وانزلها في اليوتيوب وهقرا كل تعليقات الناس، لان الحاجه ديت انا محتاج ناس تتكلم فيها. يعني ممكن مثلا انا اكون قبل كده لو في مشكله انا مثلا عارف حلها اقولها، انا المره دي بقى بتكلم ولو في حد عنده حل يقوله في الكومنت. الكلام ده انا بقوله عشان انت فاهم، انا عارف ان انا ممكن اخيلك شويه ان انا كل شويه عمال ابص هنا ابص هنا، بس انا متعود الكلام ده قوي اصلا من صغري يعني في التصوير وكده. المهم هحكي موقف حصل معايا وهحكي بعده كلام طويل قوي، الفيديو ده قسما بالله لو بقى 20 ساعه مش فارق معايا قوي هنزله. والكلام زي ما قلت لك انا كنت كان نفسي اصوره بكاميرا والله، بس المشكله ان كارت الميموري مش معايا دلوقتي، وبرضه في المونتاج بقى ان انا اضطر ان انا احط لك مزيكا عشان احسسك بقى ان انت في ايه، فاهم؟ فحسيت ان الكلام طالع من قلبي القلب على طول، فمش محتاج يعني ان انا اجمله، كفايه ان الكلام بس حلو حتى لو الجوده معفنه. وبرضه صوت اللي في الشارع ده سيبك منه بقى، انا مش عايز اسكت كل واحد بقى واي عربيه معديه استنى بقى اوقف الفيديو لحد ما تعدي. انا بتعامل بطبيعتي كان انا وانت قاعدين كده بنتكلم وبص، واي حاجه حوالينا مش فارقه معانا غير بس ايه ان اتكلم معاك، بس ده اللي انا عايزه. هخش في الموضوع على طول بقى. انا من حوالي سنتين كنت شغال على حاجه يمكن بالنسبه لي ممكن تبقى اكبر نقله عملتها في حياتي، والحاجه دي مش كل الناس بتاخدها صراحه يعني، برضو يعني لو ربنا كان اديها لي كنت انا هبقى واحد من مثلا قول واحد من مليون اللي بياخد الحاجه دي. المهم السنتين دولت اول سنه كان عباره عن تفكير بس، يعني ما خدتش فيها اي رده فعل، ولكن السنه الثانيه عباره عن عمال اخد فيها خطوات واجراءات بقى، واكلم ناس تساعدني واكلم ناس في التليفون واتعرف على ناس جديده اعرف معلومات عن الحاجه اللي انا عايزها ديت. يعني السنه الثانيه ديت بالنسبه لي كان يمكن الواحد بذل فيها قسما بالله والله ما ببالغ، لو في مجهود اكتر من 100% هقوله 200% لا 300%، يعني ما بخلتش بمجهود واحد بسنة مجهود، فاهم قصدي؟ عملت كل اللي اقدر عليه. مهم ايه ليها بقى نعمل فيو ده؟ عشان انت ممكن تتخيل بقى ان بعد ما تكون انت شغال على حاجة طويلة وانت معتقد ان ده الخير ليك وتلاقيها ما تجيلكش، انت بتمر بفترة بقى ان هو انت في النص كده عايز تسيبها عشان خلاص بقى انت شايف ان مش ليك مثلا، وفي نفس الوقت عايز تكمل عشان المجهود مثلا اللي انت بذلته فيها لمده سنتين او سنه. خلينا متفقين ان انت كانسان اي حاجه انت بتتمناها بتبقى انت مقتنع 100% ان ده الخير ليك. اكيد مفيش حد هيدعي ربنا بحاجه هو شايف انها مش الخير ليه. فبتيجي في مرحله بقى ودي اللي انا وصلت لها برضو، اللي هو يا رب انا دعيتك كتير قوي وما استجبتليش، ده انا حتى دعيتك في احسن الاوقات اللي انت قلت ادعوني فيها، دعيتك في ليله القدر يعني العشر ايام الاواخر من رمضان ايا كان بقى ليله القدر في اي يوم فيهم، ودعيتك في يوم عرفه، ودعيتك في كل يوم صلاه الجمعه، ودعيتك في كل يوم بعد اذان المغرب وقبل الاقامه، ودعيتك في كل صلاة بصليها وخصوصا الركعة الأخيرة بعد ما تقول التشهد وقبل ما تسلم. يعني دعيتك في أكتر الأوقات اللي أنت
قلت ان محبب فيها الدعاء وبرضه ما استجبتش. طب ما انا شايف، وبعد ما حسبت حسبتي ان ده خير ليا، يعني انا قعدت مع نفسي كده افكر، اللي هو قعدت كتير قوي افكر، طب ما انا انا حاسس شايف ان ده الخير ليا ودي احسن فرصه، طب ليه انت يا رب ما استجبتليش؟ السؤال ده كان معايا دايما. يعني انا عملت كل اللي عليا، ان انا سعيت سعيت وبذلت مجهود، وبص اديتها 100% من حياتي و100% من وقتي، ودعيت 100% من كتر الاوقات اللي مستحب فيها الدعاء، وبرضه مفيش استجابه. اكتشفت ايه بقى؟ قلت اللي انا بتكلم معاك فيه، زي ما قلت لك الفيديو ده متاح فيه ان اي حد يعبر عن رايه باي وسيله وعايز وباي طريقه، حتى لو طريقته صعبه انا هفهمها وهقرا كل الكومنتات اللي على الفيديو ده مهما كان عددها، لاني متخيل وعارف ان كل واحد له وجهه نظر معينه ممكن تكون تساعدني وتساعد اي حد تاني. لو في ناس مثلا بتحب تقرا الكومنتات، مش شرط يكون هو صاحب الفيديو عشان يقرا الكومنت يعني. المهم قعدت مع نفسي كده قلت انا في اوقات كبشر مثلا تمنيت حاجات وكنت شايف ان الخير ليا فيها وما جاتش، وفي اوقات تانية تمنيت حاجات وكنت شايف ان الخير ليا فيها وجات. معنى كده ان انا واحد بأخطئ وبأصيب، يعني انا برضو يعني وارد القرار اللي انا خدته ده واللي انا زعلان عشان ما جاليش ده ممكن يكون واحد من القرارات اللي انا كنت شايف فيها الخير وما جاتليش، زي حاجات قبل كده يعني. طب قعدت ابحث عن الموضوع كتير بقى، طب ايه الحل؟ اكتشفت بقى بكل بساطة مشكلة كبيرة قوي انا واقع فيها، وهي ان الحاجه ديت اللي انا كنت بسعى عشانها لمده سنتين ديت اصبح سعادتي او الدوبامين اللي هو هرمون السعاده بتاعي معتمد على اي خبر ايجابي منها، من الحاجه دي. يعني واحد مثلا كلمك قال لك انا هقدر اساعدك، تلاقي السعاده بتاعتك كده في السماء. واحد تاني قال لك مش هقدر اساعدك، تلاقي السعاده كلها نزلت في الارض تاني. فخد بالك من الحته ديت، ان انا خليت في خلل في هرمون السعاده، ان بقت سعادتي كلها معتمده على خبر ايجابي او حد يساعدني في الحاجه دي بس. يعني اي حاجه تانية كانت بتفرحني قبل كده ما بقتش تفرحني، لان هرمون السعاده بيشتغل بطريقه غريبه. انت هرمون السعاده زي ما يكون، انا بشبهه ان هو واحد بيزهق، عارف انت صاحبك اللي هو بيزهق بسرعه ده، ده هرمون السعاده. انت عملت حاجه مثلا خلاص فرحتك، لو عملتها تاني بنفس الكميه عمرها ما تفرحك، لازم تعملها بكميه اكبر او تجرب حاجه تانية بقى، زي مثلا بيشرب مخدرات. هو ده هرمون السعاده بتاعه، بيبقى مجرد ما بيشرب حاجه بسيطه بالسعاده بقى في السماء، هرمون السعاده. مع الوقت بيزهق هرمون السعاده زي ما قلت لك، عايز جرعه اكبر جرعه اكبر جرعه اكبر. طب بص، لا الحوار ده مش عاجبني، جرب حاجه تانية، ده هرمون السعاده. فانا بقى حصل لي خلل فيه، ان خلاص ما بقاش حياتي تفرح غير بخبر ايجابي من الحاجه دي بشكل عام، سواء بقى شخص مثلا بقى او مثلا حاجه انا عملتها زياده في خطوه في المجال ده. فدي كانت المشكله الكبيره. فاكتشفت بقى في ايه لما بحثت في الموضوع ده، لقيت فيديو للشعراوي، اكيد انت عارف الشيخ الشعراوي ربنا يرحمه، ان بيقول لك ان ساعات ربنا ممكن يجيب او يستجيب للدعاء بتاعك بانه ما يستجيبش، لان هو شايف، اكيد هو عارف ان انت كنت عايز الخير لنفسك، ولكن هو بالنسبه له هو مطلع على كل حاجه وممكن ما يكونش شايف ان ده الخير بالنسبه لك. ده وارد، لان في حاجه بتحكي لنا قوي احنا صغارين، انا بتكلم عن نفسي انا شخصيا، ان كان في يعني قصه مستقله يقول لك ان كان في واحد مسافر رايح المطار يعني عشان يسافر بقى، فهو خلاص نزل شنطته من العربيه، بيقفل العربيه نسي المفتاح جواها، فقعد بقى ملخوم ساعتين يقعد يحاول بقى يكلم حد يجي له ويشوف اي حد عشان يحاول يطلع المفتاح من جوه العربيه عشان يلحق الطياره. فالطياره فاتته وشايفها كده قدام عينيه والطياره بتطلع كده، زعل بقى ومش عارف ايه وكشر، وقال لك بعدها بساعه بالظبط اكتشف ان الطياره اللي طلعت ديت اللي هو كان المفروض يركبها خبطت في جبل وانفجر، طبعا بقى ان حصل فيها عطل. يعني هي قصه طبعا مش حقيقيه، ولكن هي بيعرفك منها حكمه. فهو قال وقتها ايه بقى، شوف لو انا كنت جبتها كانت زمان مت دلوقتي، فربنا عمل لي اللي انا كنت شايفه خير عطلهولي او ما استجابش دعائي لان هو شايفه حاجه تانية. فاهم قصدي؟
مشكلتك ما انت عارف كده، عارف انا خلاص مثلا خلاص ربنا شايف ان ده مش الخير ليا، مع ان انا شايفه الخير لنفسي، بس خلاص ايه هبدا اقتنع. مشكلتك بقى انك مش قادر بقى انك تكمل. ليه مش قادر تكمل؟ لان زي ما قلت لك انا خليت هرمون السعاده بتاعي معتمد على الحاجه دي بس، فمن سابع المستحيلات ناسيها بسهوله. يعني محتاج اقل حاجه 4 شهور كده عشان بس ايه اسيبها او اقتنع خلاص انها مش ليا. وده ليه؟ زي ما قلت لك خليت سعادتي سعادة حياتي كاملة على الحاجة دي، مع ان انا ممكن اكون شايف انها مش يعني ايه شايف انها الخير ليا، ولكن ما تعرفش. فليه بقى انا عامل الفيديو ده؟ على اساس ان انا اكتشفت ايه بقى، ان ده امر ربنا وده قدر. فانت قدامك حاجة من الاتنين، يا ترضى وتستعوض ربنا في اللي فات وساعتها ربنا هيعوضك باقصى حاجة انت ممكن ما تتخيلهاش، وبخير اكتر من انت كنت متوقعه لنفسك. ده اول قرار انت ممكن تاخده. تاني قرار انك تقعد بقى في عقلك بقى، تقعد بقى تحاول تاني وتالت ورابع وخامس، مع ان انت خلاص اقتنعت انها مش ليك. والقرار ده او الاختيار ده بالذات هيكون صعب، لانك عارف زي ما تكون مثلا كده عمال مثلا جايب جردل كده مخروم وعمال تملى وتقول لي هو ما بتمليش ميه، يعني انت عمال تسعى وفي نفس الوقت برضه ما فيش نتيجه. ده الخيار التاني. وساعتها بقى كون انت مشيت له ايه اللي هو انت بتحاول تعمل حاجه، استغفر الله العظيم يعني بعيد عن ربنا، لو خلاص كان مفيش ربنا وانا احاول كده بدراعي وبعرقي، فاهم قصدي؟ ودي عمرها ما تحصل. وفي ناس كتير بتاخد القرار ده ان هو خلاص ايه بيحس ان هو عمل مجهود كتير قوي، ان هو مشي مسافه طويله قوي، حرام ان هو يسيبها. وده برضه كانت حاجه بالنسبه لي، وبرضه مش هكدب ان في اوقات من حياتي خدت القرار ده، ولحد النهارده انا يمكن فيه في القرار اللي هو التاني اللي انا قلت لك عليه ده، لان انا بالنسبه لي حسيت ان انا اديت الحاجه دي حياتي واديتها وقت كتير قوي وبذلت فيها مجهود كتير قوي واتعرفت على ناس كتير قوي ومشيت فيها طريق كبير قوي. انا شايف من وجهه نظري ان اللي هو حرام ان انا بعد كل الطريق ده وبعد كل السعي ده وما وصلش النتيجه فيه. انا شايف كده، فلذلك ده اللي خلاني اخد القرار ده. ولكن اكتشفت ان انت بتمشي في حرب خسران، انت ماشي في طريق وانت عارف انك ماشي فيه ومش متوقع على ربنا فيه، ومجرد ان انت ايه بتقول انا ماشي فيه عشان بس ايه الوقت اللي انا مشيته في الاول، فلازم ان انا ما اضيعوش، لازم ان انا مكمل فيه واوصل لاخره عافي. صدقني هتتنيك في حرب نفسيه وياما تبقى زي بعضها وحياتك كلها هتقف. لكن لو انت مشيت للطريق الاولاني اللي انا قلت لك عليه واللي انا باذن الله همشيه بعد الفيديو ده، اللي هو خلاص هستعوض ربنا في الوقت اللي خلاص انا ضيعته او في المجهود اللي انا بذلته او في ال 120% اللي انا حطيته من مجهودي في الحاجه ديت وما جاتش، يمكن مش الخير ليا وخلاص هبدا اقتنع بكده وابدا اكمل حياتي. خلاص اقول الحمد لله رب، الحمد لله رب ان انت ما استجبتش للدعاء بتاعي، ودي يمكن في حكمه في كده. وانا من اول ما ابتديت الطريق ده، اول ما ابتديته وانا عمري ما حصل لي حاجه وحشه، يعني كان دايما صراحه يعني الطريق ده اتعرض للفشل اقول هو انا اللي فشلت، ابص الاقي ربنا جايب لي فرصه احسن منه، وافشل الاقي ربنا جايب لي فرصه احسن منه، افشل الاقي ربنا فرصه جايب لي فرصه احسن منه. فانا حاليا فشلت وزعلت، فانا متاكد ان ربنا هيجيب لي فرصه احسن من الحاجه ديت، ولكن لما اتوكل عليه واستعوض ربنا في المجهود اللي انا بذلته. واكيد القرار مش سهل بالنسبه لي، زي ما قلت لك اصبح في خلل في هرمون السعاده، فلازم بقى انت تحاول تكنترول تاني الوضع من الاول وترجعه للطبيعي عشان تقدر تعيش حياتك صح. الفيديو ده بالنسبة لي كان مجرد بتكلم معاك بشكل بسيط كده، وزي ما قلت لك في أول فيديو إن نعمة كبيرة أوي إن حد يسمعك، يعني أنا بتكلم كده وزي ما قلت لك والله لو واحد بس بيسمع الفيديو ده وحط لايك وكتب كومنت، بالنسبة لي والله كأني مليار واحد شاف الفيديو ده. ليه؟ لأن هو أنت مثلا زي ما قلت لك هو أنت محتاج أكتر من واحد بس إن أنت تتكلم معاه بس، فاهم قصدي؟ انت لو واحد صاحبك قدامك كده وبتكلمه مش محتاج مليون واحد، هو واحد بس كفايه، ادام بيسمعك صح وبيسمعك من قلبه بس. فانا خلصت الفيديو ده كده، وزي ما قلت لك لو انت عايز تكتب كومنت هشوف كل الكومنتات بتاعتكم في الفيديو ده بس، واللي جاي احسن باذن الله. وباذن الله الفيديوهات الجايه من عدد صحابك اكملها، وباذن الله نوصل لحاجه حلوه بس كده. بيس اوت.